سجنت شابة دنماركية تبلغ من العمر 15 عاما لقتلها والدتها بسكين المطبخ بعدما أصبحت مهووسة بتنظيم داعش وبفيديوهات عمليات الإعدام الشنيعة التي يبثها. وقتلت ليزا بورش والدتها بمساعدة صديقها المتطرف في تشرين الأول الماضي بعد دقائق من مشاهدتها عملية قطع رأس الرهينتين البريطانيتين على يوتيوب. وقرر الثنائي الهرب سويا إلى سوريا والانضمام إلى داعش بعد ارتكاب الجريمة، لكن الشرطة ألقت القبض عليهما.